بفيديو اليوم رح نحكي عن الطفلة شفا، فإذا كنتم مهتمين شاهدوا الفيديو للنهاية. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا إسلام وهي قناتي ألوان تيوب. مثل ما قلنا مقطع اليوم عن شفا، لكن قبل ما نبلش حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. وهلأ يلا نبلش. شفا هي أكبر يوتيوبر في الوطن العربي من ناحية عدد المشتركين. انولدت شفا بتاريخ 19/12/2011، يعني بتبلغ من العمر حالياً 10 سنوات. جنسيتها وأصلها كويتي، وبتسكن عائلة شفا في دولة الإمارات. وشفا عندها أختين، هما شيخة يلي بتمثل دور الأم شفا، والأخت الثانية اسمها أروى. شيخة وأروى. هلا. وشفا عملت عملية جراحية وما حكت على القناة شو هي، وغالبا قناة شفا بتتجنب تنشر أي معلومات عنها أو عن الممثلين في القناة. وبدت شفا بالظهور على اليوتيوب من لما كان عمرها 6 سنين، يعني من سنة 2015. عن قناة شفا، بتقدم شفا على قناتها فيديوهات بتخص الأطفال من ألعاب وفلوقات، واللي بيدير القناة هم خواتها شيخة وأروى. وتعرضت شفا للانتقاد أكثر من مرة من الأهالي ومن اليوتيوبرز زي برهومي معراوي وينسايز وأحمد أبو الرب ودار كالو ومعظم مقدمي محتوى الانتقاد، لأنها بتقدم محتوى سلبي وخطير على وعي الأطفال، وخاصة أنه عدد كبير من الأطفال بيقلدها بشكل كبير. وأعلن عدد من اليوتيوبرز بعد هاي الحملة عن أنهم تعرضوا للتهديد من قناة شفا. وفي تفاصيل هذا الموضوع طلع أكثر من يوتيوبر وحكى إنه قناة شفا هددته إذا ما بيحسب الفيديوهات اللي بيحكي فيها عن شفا رح يبلغوا عليه ويسكروا له قناته. ومثل ما قلنا شفا هي أكبر يوتيوبر في الوطن العربي لأنها بتمتلك أكبر قناة من ناحية عدد المشتركين، واللي وصل أكثر من 34 مليون مشترك. وبلشت هاي القناة بتاريخ 29/3/2015، وسجلت القناة أكثر من 17 مليار مشاهدة، وهذا رقم قياسي وكبير جدا في اليوتيوب. وفي لشفا قناة تانية اسمها شفا 2، وصل فيها عدد المشتركين أكثر من 34 مليون مشترك، وحصدت أكثر من 18 مليار مشاهدة. وشفا عندها عدد كبير من القنوات، وكل قناة ناطقة بلغة مختلفة. وباختصار شفا هي أكثر يوتيوبر له حضور وتواجد باليوتيوب على مستوى العالم. حسابات السوشيال ميديا، بتابع شفا على حسابها بالإنستجرام حوالي 18 ألف متابع، وتفاعل شفا على مواقع السوشيال ميديا ضعيف رغم عدد المشتركين الكبير عندها. وفي نهاية المقطع بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، وما تنسوا تتابعوا حسابنا على الانستغرام، حطيت لكم الرابط في صندوق الوصف وبأول تعليق. ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.